شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام تتعلق بإمام المتقين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم ينبغي أن نتحدث حول هذا الإمام العظيم في فصلين. الفصل الأول: شخصية الإمام مقارنة بسواه. والفصل الثاني: منهج الإمام مقارنا بسائر المناهج. أما بالنسبة إلى الفصل الأول، الشيء الذي يظهر من آيات القرآن الكريم أن هنالك أربعة مقاييس للتفاضل. كيف يتفاضل الأفراد عند الله؟ الأفراد بالمقاييس الدنيوية يتفاضلون بالمال أو بالمقام
أو بنحو ذلك من الاعتبارات. ولكن ما هي مقاييس التفاضل عند الله؟ هنالك مقاييس أربعة. المقياس الأول الإيمان، الدليل على ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المقياس الثاني التقوى، الدليل على ذلك قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقياس الثالث الجهاد في سبيل الله، الدليل على ذلك قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المقياس الرابع العلم، الدليل على ذلك قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه المقاييس الأربعة: الإيمان، التقوى، الجهاد، العلم. نأتي إلى شخصية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المقياس الأول الإيمان، مقارنة عابرة بين شخصيتين. الشخصية الأولى تعيش حالة الشك وحالة الارتياب. أظهر هذا الرجل شكه وأظهر ارتيابه في مواطن متعددة. إذا تحبون راجعوا كتاب النص والاجتهاد، ضروري أن نطالع هذا الكتاب. ليس فقط الشك وإنما الاعتراض وإنما الإنكار على خاتم الأنبياء. صلى الله عليه وآله. هذا يوجد حتى في صحيح البخاري وحتى في صحيح مسلم في صلح الحديبية. راجعوا صحيح البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في الحرب، هذا صحيح البخاري موجود.
وراجعوا صحيح مسلم في صلح الحديبية، جاء الرجل الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا نبي الله، ألست نبيا من عند الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وأليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال الرجل: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ هذا الموقف موقف الذلة، لماذا نقف هذا الموقف الذليل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: إني رسول الله ولا أعصي، يعني هذا أمر الله، الله أمرني بذلك. قال: ألم تقل أنا نأتي البيت ونطوف به؟ حالة شك، أنت قلت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وين المسجد الحرام؟ الآن سوف نعود. قال النبي له: أو قلت أنا نأتي البيت هذا العام؟ أنا قلت هذا العام ندخل بيت الله ونطوف حوله؟ فإنك آتيه ومطوف به. أنا ما قلت هذه السنة نأتي البيت، قلت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني، ما حدد التاريخ معين. الرجل ما اقتنع وذهب إلى صاحبه وطرح عليه نفس السؤال. راجعوا صحيح البخاري وراجعوا مسلم وراجعوا بقية التواريخ في صلح الحديبية، مثل هذا الرجل الذي يحمل هذا المستوى من الإيمان. الإمام يقول صلوات الله عليه، وهذا جزء من مظلومية الإمام: أنزلني الدهر ثم أنزلني، يقال علي وفلان. هذا الرجل الذي يعيش حالة الشك والارتياب والاعتراض والإنكار على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول: ولقد علم المستحفظون من أمة محمد، أو من أصحابه، أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط. الإمام الذي يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. هذه شخصية تعيش دون مستوى الإيمان، وشخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي تجاوز مرحلة الإيمان المجرد
إلى مرحلة المعاينة، وتجاوز مرحلة المعاينة إلى مرحلة المماسة، تجاوز علم اليقين إلى حق اليقين، وتجاوز حق اليقين إلى عين اليقين. هذا يقارن بهذا. أكو هنالك قياس بين الشخصيتين؟ المقياس الثاني التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الأول فوق المنبر: إن لي شيطانا يعتريني، يعني مو مرة ومرتين، يعتري فعل مضارع دائما، فإذا زغت فقوموني. في المقابل يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. بهذا المقدار ما فعلت. هذا يقارن بهذا. ثالثا الجهاد في سبيل الله. رجل لم يعرف له أي موقف، حتى تواريخهم، راجعوا تواريخهم. الأول، الثاني، الثالث، لهم موقف واحد في التاريخ. لهم موقف في بدر؟ لا. لهم موقف في أحد؟ لا. الثالث فر ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عاد إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد ذهبت بها عريضا. في حنين في الخندق ما كانت حربا أو حربين، عشرات الحروب. راجعوا جميع التواريخ، هل لهؤلاء موقف واحد؟ رجال لم يسجل لهم التاريخ حتى التاريخ الكاذب ولا موقفا واحدا، ورجل لم يخل منهم موقف من المواقف. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهم. إذا كل العرب يأتون ويواجهون عليا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقف يقارن هذا بهؤلاء. المقياس الرابع العلم.
رجل لا يعرف آية في كتاب الله، لا يعرف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي إليه رجل ويقول: ربما يأتي الشهر والشهران وأنا فاقد للماء، ما عندي ماء، ماذا أصنع؟ فقال له الرجل: لا تصلي، ما يحتاج تصلي، هذا مو مكتوب في كتبنا في تواريخنا، هذا في كتبهم، راجعوا الغدير المجلد السادس من الغدير كل مصادر. قال: لا تصلي، ما يحتاج. يجهل آية في كتاب الله: ولم تجدوا ماء فتيمموا، هاي آية في كتاب الله مو حديث حتى يقول أنا ما سمعت، يقول لا ما يحتاج لصلي. رجل لا يعرف آية التيمم، رجل لا يعرف حكم الإرث وهو ثابت في كتاب الله، رجل يصعد فوق المنبر ويقول: لا يحق لأحد أن يزيد في المهر على 400 درهم، أي واحد زاد على 400 درهم هذه هي الدرة. فتقوم إليه امرأة وتقول: هذا يخالف كتاب الله، الله يقول: أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيقول الرجل: كل الناس أفقه منك يا فلان، حتى المخدرات في الحجاب. وفي لفظ آخر: كل الناس أفقه منك حتى النساء. العلامة الأميني رحمة الله عليه ذاكر عشرات المصادر لهذه القضية في الغدير. هذا مستوى الرجل لا يعرف آية من كتاب الله، امرأة أفقه منه، وعلي صلوات الله عليه الذي يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني مو في الطب في الحديث فقط، في القرآن فقط، في العقائد فقط، في أي مجال من المجال. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه علمه ما اقتصر على علوم الدين، على علم الفقه وعلى علم الحديث وعلى علم العقائد. الإمام صلوات الله عليه تناولت دائرة علمه ومعرفته جميع العلوم. الإمام صلوات الله عليه كان سابقا لعصره. الشاعر يقول: ولدت في زمن لم يعرفوك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. ما فهموا علي إلى هذا اليوم، لم يفهموا عليا صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأفراد، أحد الكتاب الكبار، يقول: ذهبت إلى بلاد الغرب
وكان هنالك رجل كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، فقلت له إن عندنا رجلا سبقكم إلى ما تنادون به قبل 1000 عام. قال: وكيف؟ علماء الاقتصاد راجعوا الكتب الاقتصادية، كانوا القاعدة اللي بنوا عليها من بداية التاريخ الاقتصادي، كانوا يقولون سبب الفقر والحرمان، هذا الحرمان الموجود في العالم سببه قلة الثروات وكثرة البشر. البشر كثير، الثروات قليلة، ماكو تعادل، ماكو هنالك مناسبة بين الثروة وعدد البشر. ولكن شخص واحد كان يخالف هذه النظرية، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: لا، هذا ليس هو السبب، السبب سوء التوزيع. الله خلق البشر وخلق الثروة بقدر كافي لكل البشر، ولكن سوء توزيعك. الإمام يقول: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. سوء التوزيع. الإمام يقول في حديث آخر: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذا هو السبب. هنا أكو جوع وهنا أكو تكدس في الثروة. قلت له: إن رجلا واحدا منا سبقكم إلى هذه النظرية ونادى بها قبل أكثر من 1000 عام. قال له: كيف؟ قلت له هذا. قال علي بن أبي طالب: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. قال: فاندهش الرجل وقال: عندكم مثل هذا الرجل وأنتم تعيشون هذا الوضع؟ عندكم مثل هذا الإمام العظيم وأنتم تعيشون هذه الحالة؟ إذا جئت إلى ميدان الاقتصاد فهو السابق، وإذا جئت إلى ميدان السياسة فهو الرائد، وإذا جئت إلى ميدان الفضاء، الإمام صلوات الله عليه قبل 1400 عام يقول: سلوني عن طرق السماء. متى اكتشف الإنسان أن في السماء طرق؟
شو وقت الآن عندما الطائرات طارت اكتشفوا أن هنالك مسارات في الفضاء. الطائرة ما تتمكن تطير في كل مكان، لها مسار محدد معين. الإمام في ذلك الوقت يقول سلوني عن طرق السماء، السماء فيها طرق. هذا هو المستوى العلمي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المستوى العلمي للآخرين الذين جعلوهم في عرض الإمام وفي مصاف الإمام. نختصر ونتجاوز الفصل الثاني إلى كلمة واحدة. العلامة الأميني رحمة الله عليه مؤلف الغدير يقول كنت في ليلة من ليالي القدر في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد منتصف الليل، وهو مشغول بالدعاء والتضرع والإنابة. يقول وإذا برجل، هذه القضية مذكورة في كتاب العلامة الأميني في ربع قرن، أخذوا هذا الكتاب، كتاب حافل. وإذا برجل قروي أو بدوي في هذه الليلة يأتي ومعه ولد مشلول لا يستطيع أن يحرك رجليه، حامل هذا الرجل على كتفه، وجاء به إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل هذا الطفل وربطه بالضريح، وأخذ يخاطب الإمام كما يخاطب أحدنا صاحبه. شلون نحكي؟ هالشكل أخذ يخاطب الإمام. الدعاء يحتاج إلى هكذا توجه، إلى هكذا روحية. قال له يا أمير المؤمنين، هذا ولدي وهو كسيح، وأنا أريد منك شفاءه في هذه الليلة. ثم قال لولده، ولدي أنا أروح وأجي وأشوف علي طيبك. القضية منتهية، قضية مفروغ منها، أجي أشوف علي طيبك. يقول أنا هذا المنظر لفت توجهي، هذه اللهجة التي يخاطب بها الإمام وهذه الروحية. يقول أنا بعد تركت الدعاء والذكر والتوسل وأخذت أنتظر ماذا يكون. الأعرابي مراح. يقول ما مرت إلا فترة بسيطة وإذا بهذا الولد المشلول يقوم على قدميه. وهو ينادي أباه، بويه وينك؟ ليش ما تجي بهذه اللهجة؟ يقول في هذه الأثناء دخل الأب، إجى شاف ولده سليم معافى قائم على قدميه، قال ولدي علي طيبك؟ كأنه قضية طبيعية مفروغ منها. ثم أخذ يد ولده وأخرجه وذهب. الله
هذه الروحية، هذا التوجه إذا الإنسان يذهب به إلى الله، الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي آية أخرى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله ما يعتني، واحد لا يقول أنا دعوت مرة ومرتين وثلاث مرات، ربما هذا الدعاء يكون فيه الأثار. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور.